السلام عليكم انتهت قبل ايام فتره عمل المنسق الانساني للامم المتحده في اليمن جيمي ماك جولدريك بهذه المناسبه ذهب ماك جولدريك للقاء رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلاب في مخالفه صريحه لانظمه ولوائح الامم المتحده التي تحظر عليها التعامل مع العصابات المسلحه الفاقده لاي شرعيه هذه ليست المره الاولى التي تتعامل فيها الامم المتحده مع ميليشيا الحوثي كسلطه شرعيه ورسميه في اليمن ورغم مطالبات الحكومة الشرعية للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بنقل مكاتبها إلى عدن إلا أنها لم تستجب خلال ثلاث سنوات وإذا تم افتراض اضطرار العاملين في الأمم المتحدة للتعامل مع الميليشيا من أجل تسيير أنشطتهم الإغاثية في مناطق سيطرة الانقلاب فما الذي يبرر انعقاد هذه الاجتماعات البروتوكولية التي لا يفهم منها سوى إضفاء الشرعية على الميليشيا نشطاء يمنيون شاركوا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف قالوا للمساء اليمني إن الأمم المتحدة رفضت طلبا لهم بالضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين معللة ذلك بأنه لا يحق لها مخاطبة جهة غير شرعية فما عدا مما بدأ أم أن صالح الصمات تم انتخابه دون علم اليمنيين لماذا لا تتعامل الأمم المتحدة مع الملف اليمني وفق معايير الأنظمة الدولية أم أن الإجندة السياسية تجاوزت القوانين حتى في أروقة الأمم المتحدة؟ لماذا لا تحتج الحكومة على أنشطة الأمم المتحدة المخالفة للوائحها في اليمن؟ وماذا عن المنسق الجديد؟ هل سيقدم أوراقه للحوثيين؟ أعزائنا المشاهدين سيكون معي في النقاش الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد الأحمدي أهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا بكم المشاهدين إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير شكرا لفخامتكم على منحكم لنا هذه الفرصه رغم انشغالاتكم ونقدر لكم التعاون الكبير مع المنظمات والجانب الانساني. هذه كلمات المنسق الاممي للشؤون الانسانيه في اليمن جيمي ماجولدريك في حضره رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للميليشيا في صنعاء والراعي الاول للماساه الانسانيه في اليمن. ويضيف ماك جولدريك تجربتنا في الجانب الانساني كانت مفيده جدا رغم الصعوبات واتمنى ان يكون التعاون مع المبعوث الجديد على نفس المستوى من العلاقه والتفاهم والتواصل في اوائل العام 2017 اعلنت الامم المتحده ان اليمن يواجه افدح ازمه انسانيه في العالم وبحلول نهايه العام قدرت وكالات الامم المتحده ان 17 مليون و800 الف شخص في اليمن يعانون من انعدام الامن الغذائي و وثمانية ملايين واربعمائة ألف شخص معرضون لخطر المجاعة هذه الحالة الإنسانية في اليمن لم يتم تتويجها بإدانة لمجرمي الحرب السبب الأول للكوارث الإنسانية في اليمن المتمثل في الانقلاب بل تم تتويجها بصورة تذكارية للمنسق مع قيادة ميليشيا الانقلاب وفي يديه درع يتنافى مع قيم الامم المتحده التي لا تاخذ الهدايا عندما يكون الامر متعلقا باطراف الصراع. وبحسب متابعين فان قبول مسؤول اممي مفوض في الشؤون الانسانيه التكريم من قبل الميليشيا يتعارض مع المسلك الانساني المفترض للامم المتحده خصوصا في فتره الصراع التي يفترض ان تتجنب الهدايا والتكريمات من قبل الاطراف المتباينه. اللافت ان ممثل الامم المتحده لدى اليمن ظهر كما لو انه ممثل الامم المتحده لدى ميليشيا الانقلاب. وليس لدى الدولة الشرعية صاحبة المقعد والاعتراف في الامم المتحدة، ما يشير بوضوح الى التحيزات السياسية في الجانب الاممي الانساني، وهذا بدوره يفسر العمل الانساني في مناطق الميليشيا رغم الصعوبات والابتزاز والاتاوات التي تفرضها على المنظمات بينما لا تزال هذه الجهات مصرة على التعامل مع الميليشيا كما لو انها الممثل الرسمي للدولة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بضيفي هنا الأستاذ محمد الأحمد الصحفي والناشط أهلا بك مجددا أستاذ محمد مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين إذا لعلك تابعت هذا التكريم من قبل زعيم ميليشيات أو زعيم المجلس ما يعرف المجلس السياسي صالح الصماد لجيمي ماك جولدريك بمناسبة انتهاء عمله كيف تابعت هذا اللقاء وما مدى شرعيته كجانب قانوني في الحقيقة أولا شكرا لقناة بلقيس دائما على الاهتمام بهذه الملفات وتسليط الضوء على بعض القضايا المهمة بالنسبة للملف اليمني تكريم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في الحقيقة ليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها موظف أممي بالتكريم أو الحصول على هدايا من طرف الميليشيا الحوثية المتمردة فقد سبق أن أيضاً أقيم حفل المبعوث الأممي إلى اليمن ويعني تم في أثناء الحفل الحصول على التكريم في النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة يحظر على موظفي الأمم المتحدة الحصول على أي تكريم أو هدي أو هدايا إلا بإذن من الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا في من ضمن النظام النظام الداخلي أو الأساسي للأمم المتحدة الموظفين لا يحق لموظف الأمم المتحدة الذي يفترض أن يكون على قدر كبير من النزاهة والحياد والاستقلالية أن يمارس أي عمل أو فعل أو يدلي بتصريح من شأنه الإضرار بأطراف أخرى على أي مستوى من المستويات وبالتالي الحديث عن قبول موظف أممي بالتكريم من طرف ميليشية متمردة له يعني أكثر من بعد نتحدث أولاً. عن حكومي، عن طرف شرعي نحن كنا نتحدث قبل قليل أو كان حديثا قبل قليل عن طرف حكومي شرعي، طرف وليس حكومي أو غير, غير شرعي. حكومي، النظام آه. الأساسي يتحدث عن أنه حتى الطرف الحكومي لا يحق للحكومات أن أو لا يحق للموظف أن يتلقى أي هبات أو هدايا أو تكريم من طرف الحكومات وكذلك من طرف جماعات غير حكومية إلا بإذن من الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي هنا السؤال الذي يطرح نفسه هل المنسقة الشؤون الإنسانية حصل على إذن من الأمين العام للحصول على تكريم أو هدايا من طرف الميليشيا الأمر الآخر وهو المهم أن هذا النوع من السياسات ليس جديدا على المنسق الشؤون الإنسانية تحديدا في اليمن فقد كانت له مواقف أيضا أثارت جدلا واسعا وأفقدت اليمنيين ثقتهم بنزاهه الامم المتحده وسياستها خصوصا ما يتعلق بالملف الانساني والاغاثي في اليمن. الامر الاخر ان قبول موظف اممي على درجه كبيره من المنصب باضفاء نوع من الشرعيه لجماعه متمرده بنص قرارات مجلس الامن. هذا يمثل انتكاسه كبيره في الحقيقه لاداء الامم المتحده ويضيف شرخا اخر لمستوى ثقه الناس بالامم المتحده في نصوص مجلس الامن في القرارات الخاصه بالشان اليمني وصمت جماعه الحوثيين بانها متمردة وهناك قيادات من جماعه الحوثيين عليها في عقوبات العقوبات بالضبط وبالتالي هي جماعه متمردة وغير شرعيه وعندما يذهب موظف اممي للمقابله قيادات هذه الميليشيا فهو ينتهك نصوص قرارات مجلس الامن لانه من جهه يمنحها نوع من الشرعيه السياسيه حتى وان كانت سلطه امر واقع فان هناك ايضا حكومه شرعيه معترف معترف بها ولها مناطق تسيطر عليها العاصمه المؤقته عدن وكان بالامكان ان تنتقل المكاتب الامميه الى عدن منذ وقت مبكر ولكن للاسف الشديد ليس هناك جديه في الحقيقه او هناك العديد من جوانب الغموض فيما يتعلق بسلوك وممارسات موظفي الامم المتحده وابقائهم على مكاتبهم في العاصمه صنعاء وتحت سيطره ميليشيا الحوثيين منذ وقت مبكر اخي العزيز كنا نتحدث في الحقيقه عن ان هناك جوانب مضيئه في عمل الامم المتحده وهناك ايضا اشكاليات معينه في هذه الهيئه الامميه الاكبر في العالم والمهمه الى قدر طيب. كبير استاذ محمد دعي نحن نتحدث عن غموض في الاداء ام غموض حتى في اللوائح ويعني تعريفات او دلالات هذه النقاط في اللوائح بالنسبه للوائح هناك وضوح في النصوص التي تحظر على الموظفين الامميين الحصول على اي تكريم او كما اشرت الى بعض هذه النصوص طبعا يطول الوقت في الحديث عن تفاصيل وتفسيرات لبعض النصوص التي تعتبر هذا العمل ايضا غير جيد يعني ويمس صميم عمل ونزاهه الموظف الاممي من ضمن اهم الشروط والمعايير الأخلاقية في موظفي الأمم المتحدة النزاهة والحياد وبالتالي مثل هذه الممارسات وهذا السلوك يضرب في صميم أخلاقيات أو الإطار الأخلاقي والمهني لعمل الموظفين الأمميين في اليمن الحديث عن الأمم المتحدة وتسييس نشاطها في الآونة الأخيرة في الحقيقة هناك الكثير من الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة وكان الحديث عن استقلالية ومهنية الأمم المتحدة على المحك في الشأن اليمني أيضا شاهدنا كثيرا من الممارسات التي أضرت بسمعة الأمم المتحدة وأيضا وضعت مسألة النزاهة والحياد والمهنية في عمل الأمم المتحدة وبعض المكاتب التابعة للأمم المتحدة على المحك عندما. طيب نتحدث هناك دائما مبرر يطرح في هذا السياق أن المهمة الإنسانية لهذه المنظمات وهؤلاء الممثلين هي التي تدفعهم أو تضطرهم إلى. الالتقاء بهؤلاء المسؤولين غير الشرعيين، هل هذا مدخل مقبول برأيك؟ اعتقد انه لا يمكن الحديث عن عمل انساني في الوقت الذي يتم فيه الاضرار بمستقبل وطن برمته سواء اضرار على مستوى القانوني والسياسي او على المستوى الإنساني أيضا في سلوك الميليشيا الحوثية مع المنظمات الأممية واضح منذ وقت مبكر هذه الميليشيا درجت في الحقيقة على محاولة يعني التفاوض مع المنظمات الإغاثية والإنسانية حتى ما قبل الاجتياح وانقلاب على السلطة في اليمن كانت تقايض المنظمات الإغاثية الحصول على جزء من المعونات لمقاتليها مقابل السماح لها بالتحرك في المناطق الواقعه تحت سيطره هذه الميليشيا، حدث هذا كثيرا في محافظه صعده التي كانت يعني من 2011 تحت قبضه هذه الميليشيات، وبالتالي لدى الميليشيا سلوك يعني ممنهج في التعامل لا. مع المنظمات الاغاثيه وابتزازها للحصول علي معونات اغاثيه مقابل السماح لها بالتحرك وبالتالي عندما نتحدث عن ذرائع ومبررات إضفاء نوع من الشرعية على ميليشيا متمردة هذا يضرب أولا في صميم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي العرف الدولي أيضا وهو يضر حتى أيضا بسمعة الأمم المتحدة على المدى القريب والبعيد طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ محمد المدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودي الصحفي المختص بالشأن اليمني أستاذ سلمان عسكر أهلا بك أستاذ سلمان أهلا أستاذ حياك الله حياكم الله اذا بالامس المنسق الانساني للامم المتحده جيمي ماكولتريك يختم فتره عمله بلقاء رئيس المجلس السياسي للانقلاب صالح الصمات كيف تفسر ذلك استاذ سلمان نسمعك على تفضل على عزيزي. هل الصوت واضح لديك اي نعم سيدي بالنسبه لهذه الزياره غير مستغربه كان هناك زيارات سابقه وعلى امتداد الاشهر الماضيه من المعروف ان ماكل غوزيك زار محمد علي الحوذي بمنزله منزله قبل اكثر من سبعه اشهر ايضا التقى صالح الصماد قبل فتره هذه الزيارات المتواصله تاتي للتنسيق والشراكه التي بين طرف الامم المتحده والقيادات الحوذية بطبيعه الحال تبادل الهدايا التي حصلت بين صالح الصمان وبين منسق الامم المتحده ومحمد علي الحوثي وعبد العزيز بن حبتور هي تبادل موده التنظيمات والترتيبات التي كانت بينهم من وقت مبكر، هذا غير غريب نهائيا وغير مستغرب. طيب ما هي دوافع هذه الافعال التي يعني يقوم بها الـ يعني سواء المنسق الانساني للامم المتحده او غيره؟ عزيزي كما تعلم بانهم أصبحت الامم المتحده مجرد غطاء لنهب الاغاثه في اليمن هناك صفقه تجاريه بين المنسق الامم المتحده والعصابات ب بمليارات الدولارات تحت غطاء الامم المتحده للاسف الامم المتحده تبعت هذا الرجل او بالاحرى طردته من اليمن لان أمره اصبح مكشوفا ومفضوحه طيب وهل من دلائل على يعني, يعني هذه يعني سيدي يعني الرجل غطى على جرائم وانتهاكات الحوثيين لعل اخرها ما حدث اليوم في تاج استاذ سلمان انت تتحدث الان عن صفقات تجاريه وما شابه هل من دلائل او هل شرحت اكثر عن ذلك؟ هذا الكلام استاذ سلمان أي نعم هناك وثيقه قبل اسبوع من نائب وزير الصحه اليمني موجهه لمدراء المراكز الصحيه بعدم السماح للامم المتحده بالمرور من اي نقطه الا بتصريح من الانقلابيين، ماذا يعني ذلك يا سيدي؟ اذا هؤلاء تحت سلطه الحوثيين طيب الان هم يعني وفقا لهذا الكلام قد يكونوا تحت سلطه الحوثيين لكن هذا ليس بالضروره يعني انهم ينسقون معه او يتواطؤون معه فهو تحت امرتك بدون ادنى شك يا سيدي طيب الان عندما نتحدث عن ان الحكومه دعت اكثر من مره مكاتب المنظمات الدوليه للانتقال الى العاصمه عدن، لماذا لا يتم ذلك من وجهه نظرك؟ هذا جزء من التواطؤ الاممي مع الحوثيين ومن المفترض حكومه معترف بها ان يتم التعاون معها وليس مع الطرف الانقلابي هل من المقبول الحديث مثلا عن يعني ان هناك بعض المشاكل الأمنية أو ما شابه هل هذه المبررات إن وجدت تكون مقبولة؟ أنا اليوم كنت في مارك الأوضاع مطمئنة جدا عدن مستقرة تماما كل المناطق التي تقع في سيطرة الشرعية مؤمنة تماما الطائرات الإغاثة تصل بكل سلاسة وسهولة إلى مارك اليوم كنت على مثل إحدى هذه الطائرات من يقول غير هذا الكلام اسمح لي ان اقول لها انها كاذب ولكن هذه اشاعات عذية تناقلها قنوات محسوبه مثل الجزيره والمسيره وغيرها طيب استاذ سلمان الان هناك على المستوى السياسي تغيير في المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ سيتغير هناك ربما ايضا السفير البريطاني سيتغير خلال الفتره القادمه هل سيؤثر ذلك على الاوضاع في اليمن برايك بالفعل سيكون هناك كشف الحقائق وما يدور في اليمن لان كل السابقين مع احترامي لهم كانوا متعاونين ومتواضعين بدءا بجماعة بن عمر وبدء الشيخ كل دول هؤلاء متعاونين مع الانقلابيين وكشفت مفضحتهم الوقائع والاحداث الاخيره يا دي. الان لم يعد هناك مجال للتغطيه على الشمس نور الشمس واضح ومكشوف الامم المتحده في حرج الان وليس امامها الا الوقوف امام الواقع انكشفت كل الاوراق الايرانيه القطريه اسمح لي ان اقول ايضا اوراق الامم المتحده مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودي الصحفي المختص بالشأن اليمني سلمان عسكر كنت معنا عبر الهاتف شكرا على تواجدك معنا بالعودة إليك أستاذ محمد إذا هناك الكثير من النقاط التي تطرح من النقاط التي تطرح أيضا نشطاء يمنيون شاركوا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عندما ناشدوا المسؤولين الامميين ان يضغطوا على الحوثيين للافراج على عدد من المختطفين السياسيين رفضوا بان تحت حجه ان هذه مساله لا يمكن للامم المتحده فيها مخاطبه جماعه مسلحه غير رسميه إذا كيف لهم ألا يخاطبوا جماعة مسلحة غير رسمية في مسألة اختطاف وإفراج عن مختطفين لكن في المقابل يتم التنسيق معها على المستوى المحلي في يعني فعلا وهذه نوع من الازدواجية المقيتة التي درجت عليها في الحقيقة نقول بعض المكاتب أو الموظفين التابعين للأمم المتحدة في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان في المنطقة العربية يعني دعني اقول لك انا ايضا اشتغلت على ملفات وشكاوى فرديه وتقارير للهيئات التابعه للامم المتحده، وكان هناك نشاط في هذا الجانب معروف، ولكن عندما يتعلق النشاط بتقديم شكاوى فرديه الى اليات الامم المتحده، فان الاليات والخبراء يعتذرون عن قبول هذه الشكاوى الفرديه فيما يتعلق بالانتهاكات من طرف جماعات عنف مسلح. ويتذرعون بان هذه الجماعات ليست طرفا في الاتفاقيات الدوليه، اتفاقيات حقوق الانسان وبما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه او غيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدوليه المعنيه بحمايه حقوق الانسان، لكن الغريب ايضا كيف يتم السماح لموظفين او مكاتب تابعه للامم المتحده بمقابله هذه الجماعات العنيفه والتنسيق معها وتقديم الخطابات اليها باعتبارها سلطات بينما هي ايضا موصوفه بحسب قرارات لاجهزه اخرى تابعه للامم المتحده بالتمرد والعنف والانقلاب على العمليه الانتقاليه في اليمن وبعض قياده هذه الجماعات كما اشرت قبل قليل تحت طائله العقوبات الامميه، وبالتالي هناك نوع من الازدواجيه الواضحه والمكشوفه في التعاطي مع ملفات حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بشعوب المنطقه العربيه تحديدا، العمل على التغاضي عن جماعات عنف مسلح طائفيه بغرض استخدامها كادوات او كقفازات لمشاريع نفوذ معينه او في اطار يعني حسابات سياسيه معينه. هذا الأمر أدى إلى تغول هذه الميليشيات في الشأن العام و يعني استمرائها للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وبالتالي أضر أولا بالجانب الحقوقي ويعني والإنساني للمجتمعات التي تبسط هذه الجماعات وهذه الميليشيات سلطتها عليها وفي نفس الوقت أيضا أضرت بالعملية السياسية ومسألة التحول السياسي أو التغيير في هذه المناطق أو في مسألة تعزيز وجود وحضور الدولة ودعم أجهزتها المختلفة نحن في الحقيقه امام انتقائيه عجيبه في التعامل مع يعني في في التعامل مع قضيه الجماعات العنف المسلح عندما يتم رفض قبول شكاوى فرديه بالانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات وفي نفس الوقت تذهب المكاتب والموظفين الامنيين وتتعامل معها وتقدم لها الخطابات وتعقد معها ايضا الكارثه الاكبر تعقد معها صفقات يعني قبل اليوم اطلعت على وثيقه صفقة ما بين البرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة مع ميليشيات الحوثيين عن استيراد مشتقات نفطية للبرنامج الغذاء العالمي في الوقت الذي نعرف بوضوح أن سوق السوق السوداء للمشتقات النفطيه هو اكبر مورد اقتصادي ضخم لميليشيات الحوثيين لتمويل حروبها على المجتمع لكن اليمني لكن في هذا السياق استاذ محمد هل لدى برنامج الاغذيه العالمي مثلا في هذه الوثيقه او في هذه الحاله وسيله اخرى للحصول على هذه الموارد او المشتقات النفطيه دون التعامل مع الميليشيا يا اخي هناك كما نقول دائما هناك موانئ و يعني فعلا اولا اود ان اشير الى نقطه مهمه هناك جزء كبير من المسؤولية تتحملها الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مسألة تعزيز حضور الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يجب أن يكون هناك حضور واضح. سأعود إلى مسؤولية الحكومة لكن لاحقا دعنا نتحدث على هل هناك إمكانية لذلك هو بخلاف الذي أريد أن أتوصل إليه أنه الحكومة كان بإمكان الحكومة ان تفعل دورها بشكل اكبر لاستقبال المنظمات الامميه في العاصمه المؤقته عدن وبالتالي اتاحه الفرصه لها لتكون يعني خطوط امدادات الطاقه والنفط والمعونات الغذائيه والموارد والمستوردات التجاريه وغيرها عن طريق ميناء عدن او المناطق الواقعه تحت سيطره الحكومه الشرعيه، الاشكاليه ايضا في الذي يعني تضع علامات استفهام كثيره في سياسات الامم المتحده ان الامم المتحده رفضت ان تشرف على عمل ميناء الحديده واصرت على الابقاء عليه تحت سلطه ميليشيا الحوثيين وفي نفس الوقت ترفض اي تقدم باتجاه تحرير ميناء الحديده من قبضه الميليشيا الحوثيه وهو الميناء الرئيسي الذي يستورد الذي ياتي عبره قرابه 60 الى 70% من الـ 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 الواردات الى, اليمن. إلى اليمن طيب سنتحدث عن هذه النقطه والنقاط الاخرى المتعلقه باداء الحكومه في هذا الملف وغيره لكن دعنا اولا نذهب الى فاصل قصير اذا مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير تفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني أجدد الترحيب بك أستاذ محمد معنا في هذه الحلقة إذا يعني هناك بعض النقاط التي تطرح وهي نقطة ربما تتكرر كثيرا وتحدث عنها جيمي ماك جولدريك بنفسه وهو الحديث عن المعاناة الإنسانية يعني عندما يكون هناك 50% تقريبا من السكان و25% تقريبا من الأرض اليمنية ما زالت تحت سيطرة الحوثيين يطرح وهذا ربما مبرر قوي أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتجاوز هؤلاء كلهم ومعاناتهم جميعا لمبرر فقط عدم شرعيه الحوثيين. يعني في الحقيقه هذه ذريعه من الذرائع الكثيره التي تسوقها الامم المتحده في الحديث عن عندما يتم الانتقاد او توجيه الانتقادات لسياسات غض الطرف عن سلوك الميليشيا الحوثيه. دعني اقول لك اخي العزيز في كل يعني في الثلاث السنوات الماضيه مئات الملايين من الدولارات ذهبت لمشاريع الامم المتحده المنظمات التابعه للامم المتحده للاعمال الانسانيه في اليمن، وكان التمويل الرئيسي لها من التحالف العربي تحديدا يعني، ولكن مع ذلك في المناطق الواقعه تحت سيطره وكل الانشطه والمشاريع نفذت في يعني يقال او في التقارير الامميه انها نفذت في مناطق سيطره الميليشيا الحوثيه، لكن مع ذلك في كثير من المحافظات الواقعة على سبيل المثال المحويت لم تصلها أي مساعدات إغاثية أو معونات تابعة للأمم المتحدة <applause> الأمر الآخر أنه هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الأكثر أوبئة أكثر انتشارا في للأمراض والأوبئة الأكثر مجاعة الأكثر قمعا وانتهاكات من طرف ميليشيات الحوثيين الأكثر معاناة من السكان في مناطق أخرى ربما هناك بسبب القمع الوحشي لميليشيا الحوثيين هناك مستوى معين من الامن لان الجريمه احتكرتها الميليشيا الحوثيه واصبحت حكرا عليها جريمه بكل تفاصيل الجريمه، اذا الحديث عن ان السكان المحلي السكان في مناطق سيطره الميليشيا الحوثيه يعيشون في رفاهيه بسبب بقاء المنظمات الاغاثيه هناك اكذوبه كبرى، بالعكس اليمنيون والسكان الذين لا زالوا تحت في المناطق الواقعه تحت سيطره الميليشيا يعانون القمع اليومي الوحشي ومصادره حقوقهم وغياب كافه الخدمات الاساسيه التي احتكرتها الميليشيا وصادرتها ويعانون المجاعه والاوبئه والامراض وتفشي هذه الامراض التي تحصد ارواح السكان بشكل يومي. طيب دعنا نوع يعني نشرك معنا في الحوار استاذ محمد وكيل وزاره حقوق الانسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ الذي ينضم الينا الان عبر الهاتف اهلا بك استاذ نبيل اهلا وسهلا بكم اخي الكريم انتم الساده المشاهدين حياكم الله اذا استاذ نبيل لربما تابعت او بكل تاكيد تابعت تكريم ميليشيات الحوثي لجيمي ماك جولدريك منسق أشهر الانسانيه في اليمن التابع للامم المتحده كيف ترى الحكومه هذه التحركات وهذا التكريم. بدايه دعني اقول لك انا على المستوى الشخصي لم اكن متفاجئا بهذه الخطوه ولا بهذا التصرف لانني لطالما تحدثت في كثير من القنوات ومعكم ايضا عن اننا يعني لدينا شكوك في هذه التصرفات بل ولدينا رفض كبير لهذه التصرفات هذا الشخص. أو هذا المبعوث الأممي وهو في الأخير أراد أن يعلن بشكل مباشر عن الوجه الحقيقي للتصرفات التي لطالما أعلننا عبر الوسائل الإعلامية عن رفضها وعن أنها يعني وكأن الرجل يعمل لصالح هذه الميليشيات بشكل أو بآخر إصراره الدائم على أن يبقى في صنعاء ورفضه لأن يكون المكتب الرئيسي للعمل الإنساني الذي يقوده في عدن وهو المكان الطبيعي وفق الأعراف الدولية لأن هذه الجهات الدولية يجب أن تكون إلى جوار الحكومة الشرعية في المكان الذي تقرره هذه الحكومة لكن ظل الرجل في حالة إصرار شديد على البقاء في صنعاء في حالة إصرار وتقارير شملت كثير من الاكاذيب حول اصراره لان تكون المعونات الانسانيه عبر ميناء الحديده وانه غير هذا الميناء لا يمكن ان يكون هناك عمل انساني صحيح وصل به الامر الى ان يصف ميناء الحديده على ان جاهزيته تفوق ميناء عدن بكثير من المراحل وهذا يعني يستغربه اي مواطن بسيط في اليمن فالجميع يعلم ان عدن طوال الوقت هي العاصمه التجاريه والاقتصاديه طوال الفترات الماضيه وان ميناء عدن ميناء تاريخي وميناء كبير وامكانياته اكبر بكثير لكن ظل الرجل في تقاريره يقدم معلومات غريبه بل فيها كثير من التطرف في الطرح من اجل ايصال هذه المساعدات الى ايدي هذه الميليشيات، واليوم ان يقبل وهو يعرف ان العرف الدولي للهيئه الامم المتحده يمنع على اي مسؤول دولي استلام اي 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 جوائز او اي هدايا وهذا عرف دولي معمول به هو يكرر الحاله التي قام بها احد مدراء المفوضيه الساميه في حقوق الانسان في صنعاء والذي كان يسير على نفس المنوال الذي سار عليه السيد جيمي بحيث انه وصل به الامر عندما وصلنا الى مرحله مصادمه لرفض هذا الرجل وصل به الامر ان يحضر بشكل رسمي في احد احتفاليات الغدير وهي احتفاليه يعني معروف والجميع يعرف ما هي احتفاليات الغدير بالنسبه للميليشيات انها ليست لها علاقه باي جانب هي فقط يحضرها المتشيعون فقط والرجل حضرها بكل فطاقة وبكل عن طيب إذا آه كل ذلك أستاذ نبيل يعني إذا كل ذلك كل ما ذكرته وهي نقاط ربما هامة ومثيرة للشارع يعني يهتم بها الشارع اليمني في سياق هذه المعركة ضد الإنقلابيين ما الذي قامت به الحكومة؟ هل قدمتم احتجاجا؟ هل طلبتم بتغيير؟ ما الذي فعلتموه تحديدا؟ وهل تعتقد اخي العزيز ان التغيير يتم فقط لمجرد ان الرجل انهى مهامه دائما التغيير ياتي اولا بسبب الضغط المتواصل لرفض مثل هذه الشخصيات حالات يعني الحكومه اليمنيه قدمت بشكل متواصل اعتراضات على اساليب عمل هذا الرجل ثم قدمت بعد ذلك طلبا طلبات واضحه بضروره تغيير هذا الشخص وأثبتنا من خلال تصرفات معينة للرجل أن الرجل ليس محايدا ولا يلتزم بقواعد عمل العمل المنصوص عليها في هيئة الأمم المتحدة وبالتالي لم تجد الأمم المتحدة بدا من تغييره وهو في تصرفه الأخير يأخذ بالمثل القائل يا رايح كثر من الفضائح يعني في الأخير أسفر عن وجهه بشكل مكشوف وقال وكأنه يؤكد يعني ماذا عمل الرجل منذ اللحظة عمله يعني هذا ما حدث الآن من من تغيير أو من انتهاء مهمة هو تتويج لهذه الجهود أفهم بالتأكيد ونحن دائما نتصرف مع كل ممثلي الهيئات الدولية الذين لا يلتزمون بمبادئ ومعايير العمل في هذه الهيئات والجميع يعلمها نحن ندرك تماما اعراف واساليب عمل المنظمات الدوليه ونتعامل معها وفق هذه الاعراف ولا نطالبها باكثر من ان تكون حياديه وتعمل في صلب مهامها الاساسيه وتعمل وفق مبادئ الامم المتحده، هذا ما نطلبه دائما وبالتالي فاي شخص نشعر انه يعني يكون منحرفا عن هذه المبادئ نبدا بالتخاطب مع الهيئات الدوليه باننا لا يمكن ان نتقبل اشخاص من هذا النوع طيب هل يعني ذلك ان المنظمات الامميه المنظمات التابعه للامم المتحده ستنتقل بشكل او باخر خلال الفتره القادمه الى عدم باعتبار ان من كان يرفض ذلك بحسب ما فهمت من كلامك تغير الان هناك عدد من المنظمات الدوليه ما بعد احداث ديسمبر الماضي بعض المنظمات تقدمت بقبولها بان تنقل مكاتبها الى عدن وبالفعل بدات اجراءات هذه المنظمات لعمليه الانتقال وهناك منظمات دوليه اخرى حتى الان لم تعطينا ردا حول هذا الجانب ولكنها بالتاكيد اصبحت في زاويه ضيقه حول ان اي مبررات ستسوقها للاستمرار في هذا السلوك لن يؤدي الا الى آه وجود اكثر من علامه استفهام على هذا الاصرار وان كان بعضهم آه لم يرد ولكن اعطانا مؤشرات انه سيعمل من مكاتبه الرئيسيه في جنيف او في اي دوله اخرى آه حتى آه لا ينزل الى عدن لكن نحن نقول ان المؤشرات الايجابيه لعدد من المنظمات الدوليه اصبحت جيده ولدينا مؤشرات جيده في هذا الجانب وياتي افتتاح اليوم للمقر الرئيسي لوزاره حقوق الانسان في عدن ايضا جانب اساسي لان تكون هذه المنظمات في مكانها الطبيعي الى جوار الوزاره في عدن وهو ما سيسهل نشاط وترتيب اعمالها وايجاد ممرات امنه لعملها بشكل صحيح وسليم، وكل ما نطلبه من هذه المنظمات ان تؤدي دورها فقط المنصوص عليه في مبادئ وتوجيهات الامم المتحده ولا نريد منهم سوى ذلك. اذا اشكرك استاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزاره حقوق الانسان كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. بالعودة إليك أستاذ محمد الأحمدي إذا سمعت ما تفضل به، يبدو أن هذا هذا التغيير أو انتهاء هذه الفترة كان تتويجا لهذه الجهود الحكومية، هل هل من تعقيب على ذلك؟ يعني في الحقيقة كما أشار الأستاذ وكيل وزارة حقوق الإنسان، فعلا الـ الـ هذه ليست يعني ليس مفاجئا أن يتم تكريم موظف أممي في الأمم المتحدة بالنسبة لنا و يعني كمراقبين على الاقل لنشاط الموظفين الامميين في الامم المتحده ولكن يعني اذا كان في السابق قد حضر احد الموظفين الامميين يعني فعاليه طائفيه كعيد الغدير كما اشار اليها الاستاذ واعاد التذكير بها في الحقيقه فهذا شيء مؤسف يعني في الحقيقه واذا كان هذا معيب في حق مواطن يمني يعتز بهويته فكيف يمكن أن يكون سلوك لموظف تابع للأمم المتحدة النظام الأساسي للأمم المتحدة يقول إنه يتمسك في الفقرة باء من بند الحقوق والواجبات الأساسية للموظفين يتمسك الموظفون بأعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة ويشمل مفهوم النزاهة على سبيل المثال لا الحصر الاستقامة والحياد والعدل والأمانة والصدق في جميع الامور التي تمس عملهم ومركزهم، وبالتالي الانظمه الانظمه الخاصه بنشاط الامم المتحده واضحه وصارمه في هذا الجانب، وما يحدث من سلوك هو سلوك في الحقيقه معيب ويضر كثيرا بسمعه الامم المتحده التي خاصه ولا يعني هناك فصل أيضاً سابع وقرارات مجلس امن تجاه هذه بالضبط القيادات صحيح لكني أريد أن أشير أيضا إلى مسألة مهمة أن يعني الميليشيا الحوثية منذ اجتياحها العاصمة صنعاء ومناطق أخرى عملت على تجريف وتدمير النشاط المدني بشكل كبير وممنهج وبالتالي النشاط المدني في العاصمة صنعاء في الحقيقة هو نشاط مغيب تماما ولا يوجد أي نشاط مدني أو حراك مدني سواء في الجانب السياسي أو الحقوقي أو الإغاثي والإنساني وإنما هناك اتجاه إجباري فرضته ميليشيا الحوثيين بعد أن أخلت صنعاء العاصمة من أي نشاط مدني متعدد وفرضت اتجاه إجباري واحد هو نشاط أو الوجه المدني للميليشيا الذي يسعى إلى تلميع هذه الميليشيا ويحاول تقديمها بشكل أو بآخر، وبالتالي عندما تتعامل المنظمات الأممية مع الواقع في صنعاء فهي تتعامل فقط مع الوجه الناعم للميليشيا الحوثية، الميليشيا المتمردة، الميليشيا العنيفة التي ارتكبت آلاف بل مئات آلاف جرائم حقوق الإنسان على مدى ثلاث سنوات، لم ترتكبها أي تنظيمات إرهابية على في تاريخ المنطقه وبالتالي يعني يجب ان يكون واضح انه لا يوجد اساسا اي عمل مدني او او اغاثي او انساني محايد في العاصمه صنعاء وانه لا تسمح الميليشيا الحوثية المتحكمة بقبضة من حديد على مفاصل الأمور في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بأي نشاط مدني أو حقوقي أو إنساني يخرج عن مصالحها وعن ما تحدده هذه الميليشيا وتفرضه للنشاط في هذا لا. السياق طيب الان على المستوى اذا ما تحدثنا او وسعنا هذه الدائره بشكل اكبر، الان على المستوى السياسي تم تغيير اسماعيل ولد الشيخ وهو مبعوث الامين العام للامم المتحده الى اليمن. هناك كثيرون يتحدثون على ان هذا المبعوث لم يقدم شيئا للعمليه السياسيه في اليمن في نهايه المطاف. والان هذا التغيير لهذا المسؤول الاممي ايضا، هل هناك تغير في سياسه الأمم المتحدة تجاه تعاملها مع الأحداث في اليمن هل تتوقع شيئا ما؟ يعني في الحقيقة نحن استغرقنا في الحلقة الحديث عن الجانب الإنساني ونشاط المنسق الشؤون الإنسانية وهذا السياق لكن أعتقد أن الحديث عن أيضا سياسات المبعوث الأممي في اليمن فيها الكثير من الإشكاليات سواء المبعوث الأممي السابق أو المبعوث الأممي الذي يغادر الآن يعني كان هناك الكثير من المآخذ على أنشطتهم الجانب المبعوث الأممي أو مكتب المبعوث الأممي في اليمن عمل على القبول بميليشيا تتمسك بالسلاح وصولا لغايات سياسية عمل على شرعنة وجودها وبالتالي الأصل أن هذا الوجود لميليشيا مسلحة مناهضة للدولة وتقوض السلم وتهدد حتى خطوط الملاحة البحرية وجود غير شرعي وغير قانوني ويفترض أن يكون مدان ابتداء لكن درجة الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها إلى اليمن إلى التعامل مع ميليشيا الحوثيين كطرف سياسي وفي الحقيقة ليس لدى الميليشيا الحوثية أي مشروع سياسي سوى مشروع عنصري سلالي قائم على مفاهيم متخلفة ولا تنتمي إلى العصر ولا يمكن القبول بها وتتناقض تماما مع مواثيق الأمم المتحدة ومع العرف الدولي ومع أبسط المفاهيم القانونية والسياسية لكن يعني في المقابل أستاذ محمد كان هناك حديث من قبل الميليشيات على رفضهم لزيارات إسماعيل ولد الشيخ كنفسه كهو كمبعوث أممي أو لشخصه بينما في الزيارة الاخيرة للزيارة الاممية الاخيرة كانت عبر نائبه معين شريم. هل يعني بالمقابل هناك الامم المتحدة الان واقعة امام سخط شعبي يمني وايضا رفض من الانقلابيين. كيف يمكن أي ان يكون سلوك الميليشيا الحوثية تجاه مبعوثي الامم المتحدة بالرفض او القبول في النهاية هذه الميليشيا ما يحكمها هو مشروعها التدميري في البلد وكل من يقترب من هذا المشروع اي يوافقها فهي ستقبل به وستستفيد منه واذا كان استفادت منه اليوم ولم تعد تستفد منه غدا فسوف تقبل به اليوم وترفضه غدا وهكذا السؤال الاهم هو ماذا يعني الملف اليمني والصراع المزمن في اليمن بالنسبه للامم المتحده ولماذا يكون هناك احيانا محاولات للمبعوث الاممي الى اليمن للالتفاف على المرجعيات التي تم الاتفاق عليها وعلى قرارات مجلس الامن التي تدين انقلاب الميليشيا بشكل واضح وتطالب باستعاده الدوله ليس امام اليمنيين والمحيط الاقليمي والدولي. سوى الوقوف الى صف اليمنيين في مناهضه هذا المشروع التدميري السلالي العنصري في اليمن مشروع الميليشيا الحوثيه واسقاطه واستعاده الدوله اليمنيه واعاده بناء اجهزه الدوله اليمنيه بكافه كافه هذه الاجهزه في مختلف مناحي الحياه سواء الخدميه او منظومه العداله والاجهزه الامنيه او الجيش وغير ذلك. على المجتمع الدولي وأدواته القانونية بما فيها المبعوث الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أو المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة أن, تعمل أن تقف دائما إلى صف اليمنيين وليس إلى صف جماعة العنف لا يمكن القبول بجماعة عنيفه متمردة تمسك الملايين من البشر كرهائن لتقايض على حياتهم وعلى حقوقهم مقابل الحصول على مكاسب سياسيه هذه المكاسب او هذه المطالب التي تطالب بها الميليشيا مطالب عدميه لا يمكن القبول بها لا يمكن التشريع للقبول بجماعه تمسك السلاح وتقوم على مفاهيم عنصريه ترى ان لنفسها الحق الحصري في حكم اليمن دون بقيه الناس بموجب مفاهيم الاصطفاء السلالي العنصري المتخلف هذه مفاهيم لا يمكن القبول بها واي نشاط للامم المتحده او فاعلين دوليين يخرج عن ادانه وجود مثل هذا الكيان كوجود يعني غير شرعي ووجود عدمي اعتقد انه سيضر باليمنيين يعني ومصالحهم وسيطيل امد الصحر. هي النقطه التي كنت اريد ان اسالك عليها المنظمات الدوليه غير الامم المتحده نتحدث عن اوكسفام والصليب الاحمر غيرها من المنظمات ايضا العامله في اليمن هل ادائها يتشابه ايضا ام ان هناك يعني خصوصية أو اعتبار آخر يعني في الحقيقة للأسف هناك الكثير من ما يمكن أن يقال عن نشاط هذه المنظمات غير الإنسانية مع كل التقدير أيضا لأي جهد لإنقاذ الإنسان اليمني ولكن في الواقع كما أشرت قبل قليل أن الميليشيا الحوثية عملت على تجريف وتدمير أي نشاط مدني لا يتوافق مع سياساتها ومع سلوكها المنظمات الإغاثية والمنظمات غير الحكومية أيضا لها أجندة معينة للأسف الشديد هناك تسييس أيضا لنشاط هذه المنظمات حتى الاستفزازات والمعوقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين إزال عمل الإنساني لهذه المنظمات يقابل بالصمت المطبق ولا يتم الاعتراض عليه، وبالتالي هناك نوع من التواطؤ للأسف من طرف هذه الميليشيات سواء الميليشيا من طرف المنظمات سواء التابعة الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني مع سلوك الميليشيا الحوثية وهذا السلوك وهذا التواطؤ وهذا الصمت شجع الميليشيا على الاستمرار. في نهب المساعدات والمعونات الاغاثيه وفي الاستمرار في عمليه القمع والتنكيل بالمجتمع اليمني وفي محاصره المجتمع اليمني داخليا والاستئثار بكل المعونات الاغاثيه والموارد موارد البلد وعائدات النفط وغير ذلك اذا امام اليمنيين فرصه للاستمرار والمضي قدما في اسقاط مشروع هذه الميليشيات وعلى المنظمات الاغاثيه والانسانيه والمنظمات الحقوقيه ومكاتب الامم المتحده وغيرها ان تدعم نضالات اليمنيين لاسقاط الميليشيا الحوثيه واعاده الاعتبار لكرامه الانسان اليمني وفقط لا غير دون اي يعني محاوله للمداهنه او نعم. او لمداهنه او الصمت او التواطؤ مع الميليشيا الحوثيه اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا استاذ محمد الاحمدي الصحفي والناشط الحقوقي كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء اسامه عادل ومنصور النقاش ومحمد المقبلي وبقيه افراد الطاقم الفني الى اللقاء